السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض. رمضان كريم عليكم، يا رب أيامه كلها تبقى خير وكل رمضان كده تبقوا بصحة وسعادة يا رب. إعادة المباراة طبعا، يعني أتمنى العدل، ربنا يحقق العدل إن شاء الله بإذن الله. ربنا عادل، ومن عارف يمكن نسمع خبر بإذن الله إعادة المباراة. ولكن أنت لما تبقى عايز حقك لازم تبقى عندك إصرار، لازم يبقى عندك عزيمة، لازم تبقى عامل حشد سياسي وحشد جماهيري وحشد إعلامي. لكن أنا الأيام دي بسمع إيه؟ استقالة مش عارف جمال بالماضي، استقالة الاتحاد الجزائري، استقالة حقيقي بقى وائل جمعة طلع مدير الكرة لمنتخب مصر قال لك استقالة دي. وبعد المباراة على طول محمد صلاح عمل فيديو انتشر في العالم كله يقول معلش احنا تاني مرة ضربات الجزاء مع السنغال مالناش حظ. طب ما انت كده بتكر بالهزيمة. جمال بالماضي قاعد في الأرض بعد صفارة الحكم وقاعد يبكي ويعيط. لا، ما الفيفا هتاخد بالحاجات دي يا جماعة، هيقول لك ما هم راضيين هم واتألموا من الهزيمة وعيطوا وبتاع، هم موافقين على الهزيمة. لكن انت لما تجري بعد المباراة على الحكم، لما تجري على الحكم وتقول له انت ظالم يا حكم، انت بتكر الفيفا، بتشوف حتى ان انت مقدم احتجاج رسمي، وكمان المدرب واللعيبة والاتحاد الكورة والاعلام والسياسة لازم يبقى فيه حشد. انا عجباني الجماهير بس والله هي اللي حاسة بالموضوع، بيعملوا هالشاك ان لازم المباراة تتعاد، بيعملوا هالشاك ان الجزائر اتظلم. لكن انا الفيفا ازاي ابص في تظلم بعته اتحاد جزائري، والاتحاد الجزائري عايز يستقيل، وجمال بالماضي طالع عمال يعيط في الملعب وعمال يعيط، اذا هو موافق على الهزيمة. انزل يا اخي اجري للحكم، احنا في الكرة، وعارف انا مدرب وعارف انا في ساعات اهدد الحكم كده بعد نص ساعة اقول له ايه يا عم اللي انت بتعمله ده، يطلع الحكم يقول لي ايه يا كابتن. اه والله انا بعملها في الماتشات الرسميه، انا راجل مدير فني، وابص للجهاز بتاعي اقول لهم ايه، اقول لهم الكره اللي جايه هيحسبها لنا. ليه عملت له قلق؟ انت بعد الماتش ما الحكم صفر جمال بالماضي قعد في الارض وقعد يعيط وطلع في المؤتمر الصحفي، يعني انت موافق بالهزيمه عشان تاخد حقك من الفيفا. دي صنعه الجمهور بس الجزائري هو اللي عايز ياخد حقه. لكن واضح ان الاتحاد الجزائري يقول لك انا اقدم استقالتنا. الله، ما دي هتوصل للفيفا هيقول لك دول موافقين على الهزيمه بدل ان هم هيمشوا. فالاخذ الحق صنعه. انا عايز اتكلم اكتر، انا مش قادر اظبط الامور دلوقتي عشان انا دلوقتي خارج البيت. لما ارجع في الاستوديو في البيت عندي هتكلم بالليل على الموضوع ده كامل متكامل، لان في ماتشات اتعادت، جنوب افريقيا والسنغال في 2018 جنوب افريقيا كسب 2-1 وعادوا المباراه لخطا تحكيمي. فاللي حصل في الجزائر هو خطا تحكيمي، يعني اللي حصل في الجزائر الحكم لغى جون للجزائر اكيد، وحسب جون للكاميرون ظلم، فاول على الكاميرون الهدف الاولاني. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، وانتظرونا بالليل في الصاله نتكلم بشكل واضح جدا بمستندات كده معانا انا اتاكدت منها، مش هتكلم وخلاص يعني. شكرا.